أهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية. أجواء رائعة ومثيرة بأهم شوارع مدينة الرشيدية. هدوء تام. نشوف متابعي قناة شوف تيفي أش وقع في هذا الأثناء. في الحقيقة متابعي قناة شاب هدوء يعم شوارع المدينة ليلا بمدينة الرشيدية وبأهم شوارع المدينة. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات اللي كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية. أجواء اللي هي رائعة ومثيرة في هذا الأثناء. وأيضا متابعي قناة شاب منين كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر وكيف داير الأجواء عندكم كل واحد منين كيشاهد معنا هذا البث. دائما معكم مبعوث قناة شوف تيفي بجهة درعتا في ليلت. أجواء اللي هي رائعة ومثيرة وهدوء يعم الشوارع المدينة ليلا قبل منتصف الليل. كيف داير الأجواء عندكم متابعي قناة الشعب ومنين كتشاهدوا معنا هذا البث؟ وكيف داير الأجواء ديال الطقس في كل مدينة مغربية؟ مرحبا بك في قرامة خويا. كان عندي لقاء يعني مع مجموعة من الأشخاص يعني بمدينة قرامة ولنا عودة إن شاء الله إلى قرامة إقليم ميدلت لتغطية مجموعة من الأحداث بالمدينة. الشكر الجزيل للأخ نور الدين واللي معنا في هذا البث المباشر والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات اللي معنا في هذا الأثناء. كيف داير الاجواء عندكم متابعي قناه شوف تيفي ومنين كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر؟ دائما ارحب بالمتابعين الجدد بجهه درعه في لالت احييهم عاليا حب واحترام وتقدير بيننا. باريسيو عبد النور اللي كيقول لك من فاس تحيه كبيره للعاصمه العلميه فاس. والشكر الجزيل دائما أجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين. هذه الأجواء متابعي قناة شاب. هدوء تام يعم شوارع المدينة ليلا قبل منتصف الليل. ومساء الخير ملك المدني من دار البيضاء من الجزائر. تحية كبيرة للشعب الجزائري أيضا. خويا العزيز تحياتي لكم من الجزائر. الشكر موصول للشعب الجزائري دائما. خوا خوا تحياتي من العيون. تحية كبيرة لساكنة العيون. تحياتي خويا الله يحفظك الأخ نور الدين. الشكر الجزيل ليك ولنا عودة إن شاء الله إلى قرمة فلا داعي للقلق. هذه الأجواء متابعي قناة شوف تيفي بأهم شوارع مدينة الرشيدية. أجواء اللي هي هادئة وهدوء سكون تام يعم شوارع المدينة. وبما أننا كانت عندنا اليوم زيارة إلى قرامة إقليم ميدلت لتغطية مجموعة من الأحداث لنا عودة إن شاء الله لتغطية مجموعة أيضا ديال الأحداث بقرامة إقليم ميدلت واللي كنتمنوا لها إن شاء الله التوفيق. تحية من إسبانيا. تحية كبيرة الأخ منير بيلباو الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا من أكادير أيضا. الشكر الجزيل لأكادير وإلى كل المتابعين والمتابعات واللي كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر. كيف داير الأجواء عندكم؟ واش نتوما كاين شوية البرد؟ المحمدية حسين تحية كبيرة لساكنة المحمدية أيضا. والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات ديال قناة شوف تيفي واللي دائما كنحييهم. تحية من ابن المنطقة من طرابلس ليبيا عزيز صفري. تحية كبيرة لابن المنطقة عزيز صفري من طرابلس ليبيا. تحياتي من سيدي قاسم عمر تبارك الله عليك. تحياتي للناس الرشيدية نور الدين أيضا
من إقليم ميدلز قرمة بالضبط. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، ومنين كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر، وكيف داير الأجواء عندكم متابعي قناة الشعب، وكيف داير الأجواء عندكم من مكناس البرد قارس أمينة تبارك الله عليك. أيضا حتى بمدينة الرشيدية في هذه الأثناء يعني كاين واحد شوية البرد، الله يرحمنا يا رب، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أيضا كانت اليوم في جل المدن والقرى ديال المملكة المغربية العلوية الشريفة صلاة الاستسقاء، يعني كانت خطبة ودعاء وبكاء أيضا هيستيري من قلوبنا، ترفعوا كفوفنا للرحمن الرحيم الواحد القهار اللي هو الله المسؤول علينا، اللي كنتسناو فقط الرحمة ديالو، واللي إن شاء الله غادي يغيثنا بالنفع. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. في الحقيقة متابعي قناة شوف تيفي وجهاد درعا تافلالت في حاجة ماسة بعد تساقطات المطارية، الله يرحمنا، تحياتي من طنجة السي عبد الواحد طنجي تبارك الله عليك، شكرا من هوارة، الشكر الجزيل لساكي يعني للناس هوارة. البرد قارس عندنا سيدي قاسم، سيدي قاسم البرد، وهذه الأجواء متابعي قناة شوف تيفي بأهم شوارع المدينة. ومحمد محمد اللي كيقول لك مبروك عليكم الفوز عقبة إن شاء الله لا فينال من فمك سيدي ربي، وكاملين قلبا وقلبا مع المنتخب المغربي إن شاء الله. دعواتنا للمدرب وليد الركراكي ولا كل اللاعبين ديال المنتخب المغربي ولا كل دول العرب، ما شاء الله يا رب تبارك الله عليك. في الحقيقة عمر اللي كيقول لك المنكر كثرت الشتاء ما بقاش كطيح، في الحقيقة الله يهدينا على نفوسنا، والله يهدي مجموعة من المنتخبين والمسؤولين، وأيضا حتى احنا نراعيو أفعالنا ونراعيو الحوايج اللي كنديرو باش ربي يهدينا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ربي راه كيشوف فقط واحد 1% أو 2%، يعني الناس الدراوش البسطاء بحالنا اللي الدعاء ديالهم نابع من القلب وافعالهم نابعه من القلب، ونتمنوا ان شاء الله حظ موفق للجميع. السلام وجدات تبارك الله على ساكنه الشرق، الله يرحمنا بالغيث، اللهم امين. سي احمد تازي تبارك الله عليك، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم امين يا رب العالمين. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات ديال قناه شوف تيفي في هذه الاثناء، يعني اجواء اللي هي مثيره ورائعه وهدوء يعم ساكنه المدينه وشوارع ايضا المدينه، الله يرحمنا بالغيث ان شاء الله. دعواتكم متابعي قناه شوف تيفي، والشكر الجزيل للجاليه المغربيه المقيمه في كل بقاع العالم. هذه الاجواء متابعي قناه الشعب باهم شوارع المدينه، هدوء تام وسكون يعم يعني الساكنه وشوارع المدينه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين رحمتك يا الله. تحياتي لك اخي العزيز، معك شبنات محمد هوارة تبارك الله عليك من هوارة. الشكر موصول لكل المتابعين واللي دائما معنا في هذا البث المباشر ودائما حاضرين معنا، الشكر الجزيل لكم، تحية كبيرة لكل المتابعين والمتابعات ديال قناة شوف تيفي. وهذه الأجواء متابعي قناة الشعب بأهم شوارع المدينة، هدوء تام وراحة البال لساكنة مدينة الرشيدية. وتحية كبيرة لرجال الأمن الوطني واللي دائما الحمد لله عندهم التفاتة كبيرة للأحياء، واللي دائما انهم كيديروا جولات يعني بمجموعه من الاحياء ديال مدينه الرشيديه بلاد الامن والامان. وتحيه كبيره لرجال الدرك الملكي والى كل السلطات الوقايه المدنيه والقوات المساعده، تحياتي لك، ارحموا ما في السماء يرحمكم ما في الارض. تحياتي لك من فرنسا بيربينيا. الشكر موصول لكل المتابعين والمتابعات، دائما كنجدد معكم التحية والحب والاحترام والتقدير. سير بنا جهة قرمة حميد حميدة، كنت اليوم في قرمة العشية،
يعني تم التغطية ديال مجموعة من الأحداث تما، إن شاء الله عندي عودة لتغطية مجموعة من الأحداث بجرامة. تحياتي خويا نور الدين، الشكر موصول للساكنة جرامة اللي التحقت بنا لقناة شوف تي في، متابعين جدد وأوفياء أيضا اللي غادي يبقاو إن شاء الله مع بعود قناة الشعب بجهة درعا تافيلات. دائما كنجدد مع متابعي قناة الشعب، سير بينا جهة الحدب نشوفه. فاطمة الزهراء ما كرهتش أنني نمشي لجهة الحدب، لكن وقوفا هنا إن شاء الله غدا تكون عندي جولة في حي المسيرة، وتما كانت المصلى يعني فين صلينا يعني صلاة الاستسقاء. شكرا لك من القلب على الالتفات للبلدات كرامة وعلى مشاكلها، تحية خاصة، الشكر موصول لكم وإلى كل المتابعين. والحمد لله يعني غادي نبقاو مره نديرو جولات يعني في بعض الاحياء وايضا بعض المدن ديال الجنوب الشرقي. كنبعث قناه الشعب بجهه درعا تافيلات. مساء الخير سي عبد الكريمي عبد المجيد، وديال الاجواء متابعي قناه الشعب بقلب بحي ترقة، من قلب حي ترقة الجديده. الشكر موصول لكم ولا كل المتابعين، تحيه كبيره لكم. دائما كنجدد معكم الحب والاحترام والتقدير. وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله، ولنا عودة إلى مجموعة من المدن ديال الجنوب الشرقي. كنبعث قناة الشعب بجهة درعا تافيلالت، أحييكم من القلب وأمسية سعيدة للجميع، ودائما أعين شوف تي في 24 ساعة على 24 ساعة لتغطية جميع أحداث الجهة. ولو أننا كنا أمسية سعيدة، لكن عيننا لا تنام أو أعيننا لا تنام 24 ساعة على 24 ساعة. الشكر الجزيل لكل الزملاء الصحفيين، كل واحد ومدينته. وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر إن شاء الله، ودائما دعواتكم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.